للمزيد من المتابعة حول زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر أولى محطاته في جولته الإفريقية، ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام. أستاذ عزب، زيارة للرئيس البرازيلي ونعول عليها كثيرا فيما يخص الشق السياسي والقضايا الدبلوماسية والتوافق ما بين مصر والبرازيل، وأيضا فيما يخص التبادل التجاري والاستثمار والشق الاقتصادي. كيف تقرأ هذه الزيارة بتفاصيلها بعد 20 عاما للرئيس البرازيلي ودخوله إلى مصر في هذه الزيارة؟ دعيني أشير في البداية إلى أن الرئيس البرازيلي كان من القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ التي عقدت في نوفمبر 2022 بعد انتخابه بفترة وجيزة في فترته الرئاسية الثانية، وكان فوزا مستحقا على الرئيس اليميني السابق. هذا أمر بالغ الأهمية. ثم البرازيل شاركت عبر وزير خارجيتها في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انفجار أحداث العدوان الصهيوني على غزة بأيام، وكان مؤتمر القاهرة للسلام شارك وكان له دور ملحوظ. كان موقف البرازيل موقفا ملحوظا ومغايرا عن مواقف الدول الأخرى الغربية التي قدمت دعما واضحا في هذا المؤتمر لكيان الصهيوني، مما جعل مصر تقوم بإصدار بيان من قبلها. على حال، هذه الزيارة في تقديري أنظر إليها من بعد استراتيجي وليس بعدا آنيا يرتبط بالعلاقات التجارية والاقتصادية وغيرها رغم أهمية هذا البعد. لكن هذه الزيارة أولا تأتي في ظل كما أشرت قبل قليل، في ظل تنامي مختلف أشكال التعاون والتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين. هذا جانب. الجانب الآخر، في ظل أوضاع إقليمية بالغة الخطورة ناجمة بالذات عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي دخل شهره الخامس قبل أيام وأفرز حالة من عدم الاستقرار الإقليمي بل وعدم الاستقرار الدولي. ثالثا، أن هذه الزيارة تأتي بعد أن أصبحت مصر عضوا في مجموعة البريكس إلى جانب البرازيل، والبرازيل دولة مؤسسة في هذه المجموعة، ومن ثم سيكون لذلك تأثير كبير على مسار العلاقات المستقبلية بين الجانبين. البعد الرابع يتمثل في أن البرازيل تمثل قوة إقليمية كبرى في محيطها الإقليمي في أمريكا اللاتينية والجنوبية، ومصر أيضا تمثل قوة إقليمية كبرى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبالتالي تكامل هاتين القوتين من شأنه أن يسهم ليس فقط في تعظيم تبادل المنافع بينهما، ولكن في تعظيم الاستقرار الإقليمي في كلا المحيطين اللذين ينتمان إليهما. ومن ثم يمكن للبرازيل ومصر أن تساهما أو تقوم بدور بالغ الأهمية في هذا المسار، خاصة أن البرازيل عضو من في مجموعة العشرين وهي أهم مجموعة اقتصادية كبرى في العالم، وستعقد فيها قمة هذا العام، ووجهت الدعوة بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه القمة. ومن ثم كل هذه المعطيات والملابسات توفر بيئة مواتية لتوظيفها بشكل أفضل لتنمية شكل مختلف من العلاقات بين القاهرة وبين مصر والبرازيل، يقفز على الأطر التقليدية، خاصة أن هناك كما ذكرت أنت في مقدمتك هناك مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم المعقودة بين البلدين، ومن ثم يوفر كل ذلك سياقا واضحا للانطلاق نحو قفزة نوعية. أقول قفزة نوعية بحكم ما يمتلكه البلدان من إمكانيات بشرية وتكنولوجية وإنتاجية. البرازيل تتصدر المركز السابع في العالم اقتصاديا، ولديها حجم اقتصادي يبلغ حوالي تريليون و600 مليار دولار، وحجم تصديرها للخارج يبلغ 400 مليار دولار. ونحن مصر نقوم الآن، وبالمناسبة البرازيل قامت بإجراءات إصلاحية وتشريعية في اقتصادها، الأمر الذي فتح الباب لتعظيم العمق البعد الإنتاجي الوطني والاعتماد على القدرات الذاتية، خاصة البرازيل دولة مترامية الأطراف تبلغ مساحتها أكثر من 8 مليون كيلومتر مربع، ولديها كل أنواع الطقس وكل أنواع المناخات داخل بلد واحدة، ولديها يعني منتجات
منتجات متنوعه، سواء في الزراعه، في الصناعه، في الانتاج الحيواني. ومصر تعد الدوله الثانيه في العالم التي تستورد المنتجات البرازيليه من اللحوم. ومصر ايضا في المقابل قامت باجراءات اصلاحيه وتشريعيه خلال الاونه الاخيره، ويمكن لهذه ويمكن لمصر ان تستفيد من التجربه البرازيليه، بالذات فيما يتعلق بتنميه البعد الخاص بالاعتماد على القدرات الذاتيه وعدم الاعتماد على التاثيرات والمؤثرات الخارجيه التي من شانها ان تؤثر على الوضع على البعد الاجتماعي. ولكن إذا نحن نتحدث عن مؤثرات خارجية، برأيك هل التحديات الاقتصادية التي فرضت على العالم ومن ثم أزمات فيما يخص سلاسل الإمداد، أزمات في أسعار الغذاء بشكل عالمي ودولي، هل هذا جعل هناك نوع من التعاون الذي يجب أن يفرض في مثل هذه المرحلة، المزيد من التكتلات، المزيد من التحالفات؟ أنا أتفق معك تماماً. هل تسمعني؟ نعم، تفضل. أتفق معك تماما في هذا الطرح. في ضوء ما جرى من أزمات اقتصادية خاصة، أزمات الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا، بالذات فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، فيما يتعلق بالصراع الاستراتيجية كالقمح وغيرها. ومصر أمامها الآن بدائل كثيرة غير البديل الروسي والأوكراني، وإن كانت روسيا ما زالت يعني تصدر لنا المنتجات الزراعية وبعض والمنتجات الأخرى، لكن يمكن خلاصا من تفاقم من تداعيات هذه الحروب أن نتوجه إلى مناطق أخرى كالبرازيل وأمريكا الجنوبية. البرازيل كما ذكرت دولة مترامية الأطراف، متنوعة المناخات، متنوعة المنتجات بمختلف أشكالها، بالذات في الشق الزراعي. ومن ثم يمكن الاستفادة من هذه المنتجات. والبرازيل تسعى لأن تكون مصر بوابة لعبور منتجاتها إلى أفريقيا، وكذلك مصر نجحت في فترة سابقة في أن تعبر عبر البرازيل إلى أمريكا الجنوبية عبر أولا هناك اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة من الدول في أمريكا الجنوبية، من بينها البرازيل. وأيضا من المحتمل أن تشهد زيارة الرئيس سيلفا للقاهرة اليوم ولقائه برئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية في هذا الاتجاه، على نحو يجعل مصر لديها بدائل عن كثير من الأماكن التقليدية التي فيها بعض الأزمات. وهذا موضوع بالغ الأهمية، وأظن أن القيادة المصرية متنبهة لذلك وتسعى في هذا السياق، كما رأينا عندما خرجت من السياق الأمريكي فيما يتعلق بالسلاح، فبدأنا ننوع مصادر تسليحنا من روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وغيرها. ومن ثم يمكن في ذلك السياق أن ننوع أيضا الحصول على منتجاتنا الزراعية الاستراتيجية، وأيضا اللحوم التي فيها الآن كما نشهد يعني مشكلة في أسعارها داخل مصر، يمكن أن نستقطب الكثير من المنتجات البرازيلية في اللحوم لنحل بعض من هذه الأزمة داخل مصر، حتى يعني ينخفض مستوى الأسعار. وبالتالي هذه أمور أصبحت في متناول المنظور المصري الذي من شأنها يتعامل مع كل هذه المعطيات ليحقق المصالح الوطنية. وكما نرى أن مصر توظف علاقاتها الخارجية مع كل الأطراف لتحقيق ما يسمى بالتنمية، بالدبلوماسية التنمية، أي ما ينعكس بالتالي على الوضع الاقتصادي في مصر. نقيم علاقات دبلوماسية وسياسية متميزة مع هذا الطرف أو ذاك لنحصل على المزيد من المصالح الاقتصادية سواء له أو لنا، لأن هناك العلاقة لابد أن تكون متوازنة، كلا الطرفين يكون لديهما مصالح مشتركة ومنافع متبادلة، وهذا هو المبدأ السائد في معظم دول العالم. ومصر خطت في هذا الاتجاه خطوات جيدة، وهذا هو ما يتم حاليا مع البرازيل. البرازيل لدينا علاقات قديمة، وأنا كنت أتابع العلاقات التاريخية، وجدت أن العلاقات بدأت منذ عصر الخديوي إسماعيل، وزار إمبراطور البرازيل آنذاك مصر مرتين، مرة 71 ومرة 1871 1876. وأيضا جاء مع في الزيارة الثانية جاء مع وفد كبير من البرازيل ليتعرفوا على تجربة الحداثة والتطور داخل مصر. إذا هما كانوا يسعون للتعرف على التقدم في مصر، كما ونفس الأمر حدث من قبل اليابان، بعثت بفرق
بوفد ليتعرف على التجربة المصرية. نعم. إذن هي علاقات استراتيجية تضرب بجذورها في التاريخ وتستمر في تعاون مشترك على المستوى الاستراتيجي وفي كافة المجالات. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام.